صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، استدل العلماء بهذه الآية على الإجماع، فهل يستدل بها أيضا على وجوب اتباع منهج السلف الصالح؟ ما في شك فيها دليل لاتباع المؤمنين، وفيها دليل على الإجماع. نعم.